النمسا تكتشف أكبر حقل للغاز منذ 40 عاماً. تركيا تدعو لتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. النمسا تكشف شبكة تهريب للبشر عبر تيك توك يديرها أتراك. ارتفاع عدد حالات الغرق في موسم السباحة هذا العام. وتسجيل زيادة في حالات ابتزاز الشباب جنسياً في النمسا. وأخيراً إنقاذ 30 حصاناً من حريق في إسطبل بالنمسا السفلى. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أعلنت شركة OMV للنفط والغاز الوطنية في النمسا عن اكتشاف حقل غاز جديد في ولاية النمسا السفلى بموارد تقدر ب 48 تيراوات بالساعة. ومن المتوقع زيادة إنتاج النمسا للغاز بنسبة 50%، حيث يعتبر هذا الاكتشاف هو الأكبر للغاز في البلاد منذ 40 عاماً. وتعادل الموارد القابلة للاستخراج حوالي 28 مليون برميل من المكافئ النفطي، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز في الربع الأول من عام 2025. وتتوقع الشركة متوسط سعر الغاز بحوالي 30 يورو لكل ميجاوات بالساعة. أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شميشك عن ضرورة توسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي لتشمل الخدمات والمنتجات الزراعية. وجدد شميشك من مؤتمر سالزبورغ في النمسا مطالبته بتحديث الاتفاقية بسبب مشاكل بنيوية في هيكلة التجارة الحالية، وأكد على أهمية دور تركيا في سلاسل التوريد العالمية ورؤية تركيا أنها يمكن أن تكون قوة ناعمة وتساعد أوروبا على تحقيق مكانة اقتصادية أفضل. وأشار الوزير إلى أن توسيع الاتحاد الأوروبي يعتبر خطوة مهمة سياسياً واقتصادياً. شنت شرطة النمسا ضربة على إحدى شبكات تهريب البشر التي تستخدم منصة تيك توك للترويج لنشاطها. واعتقلت السلطات رجلاً وامرأة من تركيا في فيينا، وضبطت 16 مهاجراً سورياً وتركياً في شقة تحت الأرض في الحي العاشر. وتقوم الشبكة بالترويج لنشاطها بطريقة محترفة وتستخدم أرقام هواتف مولدة آلياً، وقد بدأت التحقيقات في مايو العام الماضي، وكشفت عن تورط الشبكة في 20 عملية تهريب لحوالي 100 مهاجر، فيما قدرت مكاسب الشبكة بما يصل لربع مليون يورو. ارتفعت وفيات الغرق بالنمسا صيف هذا العام، حيث توفي 32 شخصاً على الأقل بالمقارنة مع 19 في نفس الفترة من العام السابق. وتسببت جائحة كورونا في تقليل عدد الحوادث في الأعوام السابقة، وحسب التقارير فإن 7% من سكان النمسا غير قادرين على السباحة، 10% منهم بين 5 و19 عاماً. وقد سجلت ولاية النمسا العليا أكبر عدد من الوفيات، وتحذر الهيئة الاستشارية للسلامة المرورية من ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واتباع الإرشادات الأمنية أثناء السباحة. ارتفع عدد حالات ابتزاز الشباب بصور عارية عبر الإنترنت في النمسا هذا العام، حيث سجلت الهيئة الأوروبية للطوارئ زيادة بنسبة 39% في الاستشارات، بواقع 146 استشارة مقارنة ب 105 العام السابق. يعرف هذا النوع من الابتزاز بالسكس روتشن، حيث يتبادل الشباب محادثات جنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع مجهولين يدعون إلى التقاط صور عارية أو جلسات فيديو، وبعد ذلك يتم ابتزازهم
لتحويل أموال لمنع نشر الصور والفيديوهات على وسائل التواصل. وقد تم تطوير أداتين للوقاية من هذه الظاهرة تعمل على منع تحميل الصور الحميمة على المنصات. نجحت قوات الإطفاء في مدينة جنسندورف بالنمسا السفلى بإنقاذ حوالي 30 حصانا من إسطبل اشتعلت فيه النيران أمس الخميس. وتحركت 16 فرقة إطفاء للتعامل مع الحادث. تمكنت الفرق من إخماد النيران خلال ساعة ونصف الساعة، ولم يصب أي أشخاص أو أي حيوانات بأذى. وتم نقل بعض الأحصنة إلى إسطبلات غير متأثرة بالحريق والباقي إلى إسطبل قريب، فيما يقوم المحققون بفحص الموقع للتحقق من أسباب الحريق. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين. نهاية أسبوع سعيدة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.